السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نخلي الداله تساعد نفسها. طب تعال نمشي واحده واحده. اول حاجه اعملها عايز اقول له ان انا عندي هنا سكريبت، طيب، وهنا هقول له ان السورس بتاعي هات لي الملف اللي اسمه j.js. وعايز اقول له ان انا هشتغل على جزئيه معينه، دي والادي بتاعها هيساوي، ممكن نديها اي اس، ممكن مثلا نديها دي اي مثلا. وبعد كده هقفل طبعا زي ما احنا متعودين. طيب كده انا خلصت ال HTML، اروح انا للملف اللي هو الجافا سكريبت. طيب ممكن اقول له دوكمنت دوت جيت باي اي دي، جيت element باي اي دي، تمام، وادي له الاي دي بتاعي اللي هو اهوت، اللي هو اتفقنا اسمه دي اي. وبعد كده هقول له دوت انر اتش تي ام ال، وبعد كده هقول له يساوي، واقول له على الكلمه اللي انا عايزها تتبع معايا، وليكن مثلا دايما ريبيا، اقول له كنترول اس، وهاجي هنا على اتش تي ام ال اقول له از رول، فهيطبع لي كلمه بيم اريبيا. تمام. طيب احنا قلنا عايزين نخليها داله، فهقول له فانكشن، وهقول له اعملها لي بالشكل دوت. لو قلت له شغل دلوقتي لو قلنا له شغل دلوقتي قال لي ان هو مش هيطبع حاجه خالص. ليه مش هيطبع حاجه خالص؟ لان هو هنا الداله ديت، تمام، ما حدش استدعاها، لازم استدعيها عشان تبدا تشتغل. استدعيها ازاي؟ ان انا اجي هنا واقول له انا ما اديش لسه اسم للداله دي، خليها مثلا اف يو. طيب عايز اخليه يستدعي الداله ديت، لازم اقول له اف يو واقول له بين قوسين كده، كده هيروح يستدعي الداله ديت. اول ما يلاقي الامر اف يو يبدا يستدعي الداله. خلينا نيجي هنا في اتش تي ام ال، هيبدا يستدعي. طيب انا عايز ما اكتبش الامر بتاع الاستدعاء دوت وهو بنفسه يستدعي نفسه، اروح اعمل قوس قبل الداله وقوس بعد الداله، وراح اعمل نقطتين كده واقول له سيم كول، ونلغي ديت واقول له كنترول اس وقول له شغل، هيبدا يظهر لي كده الداله هتستدعي نفسها بنفسها، يعني مش محتاج ان انا استدعيها. ممكن كمان نكتب مثلا كلمه هنا alert مثلا alert، ونكتب اي جمله احنا عايزينها، وليكن مثلا بيم، واقول له اوكي، واجي هنا في صفحه الاتش تي ام ال واقول له open، فيجيب لي كلمة البيم ويجيب لي الكلمة ديت.